اقترح استخدام الملف الاقتصادي كورقة ضغط على تركيا مثلا، قللنا التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وغلقنا المعابر البرية والمطارات وألغينا الاتفاقيات الأمنية ورفعنا شكوى لدى الأمم المتحدة مثل ما طرحت أنت حضرتك الآن، ولكن هل هنالك بديل أم أننا سنكثف التعامل على سبيل المثال مع إيران التي هي لديها ردود فعل مشابهة لتركيا فهي قصفت أربيل قبل ذلك؟ كيف سنتعامل وما البديل؟ يعني أولا ملف إيران وملف تركيا على الحكومة التعاطي معها بشكل حيادي وبشكل منفرد وتتعاطى معها على أساس العراق أولا وليس العراق ثانيا، لذلك يعني المفروض أن دائما العراق إذا لم يكن يملك قدرة الرد العسكري عليه أن يلجأ إلى المحافل الدولية، على المحافل العالمية، على المحاكم الدولية، إلى محاكم العدل الدولية في لاهاي، إلى مجلس الأمن، والزام سواء كان تركيا او ايران بعدم تكرار اي عمليه قصف، والا حقيقه نكون قد ضيعنا المشيتين. لذلك اعتقد اننا يجب ان يعني نتحصن ويجب ان نتسلح بالقوه والمنعه، هذه القوه التي تردع اي دوله تسول لها نفسها اما النيل من سياده العراق واما اختراق اجواء العراقيه. لذلك علينا أن نتشدد كثيرا، بعد أكثر من ذلك هذا التشدد بإعطاء أكثر يعني قوة من خلال تحذيرات واقعية، وإلا نحن لا نملك السلاح ولا نملك القوة، باعتبار الجيش العراقي والقوات الأمنية الآن باتت هي قوات دفاعية وليست غاشمة وليست متغطرسة، بمعنى أن الآن كل دول المنطقة وكل دول الجوار وكل دول الإقليمية هي بمأمن عن أي اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية، لأننا نؤمن بالديمقراطية من جهة ونؤمن بأن الدول يجب أن تكون بأمن وسلام، لكن هذا الإيمان السلمي الذي نتمتع به ونتمترس خلفه هو قد جرأ تركيا وغيرها من أن تعتدي على الأسماء على السماء العراقية وأن تخترق الأجواء العراقية بطريقة سمجة وبطريقة أقل ما توصف، إنها إرهابية بصرف.